بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد اهم 50 سؤال في علوم الصف الثالث. اول سؤال بيقول التوصيل نوعان، توصيل على الايه وتوصيل على ايه؟ التوالي والتوازي. التوالي والتوازي من امثله المواد الموصله والمواد العازله. طبعا المواد الموصله سهله، النحاس والحديد والالومنيوم، والمواد العازله عندنا الخشب والطين. اول ما اخترعوا المصباح الكهربي طبعا معروف هو توماس الفا اديسون او توماس اديسون. تصنع فتيله المصباح الكهربي من الايه؟ من التنجستين او التنجستين او التنجستين ايا كان يعني، بس هي بتصنع من التنجستين لانه ايه بقى؟ درجه انتصاره ايه؟ عاليه او مرتفعه. مرور التيار الكهربي في جسم الانسان اسمها ايه دي؟ صدمه كهربيه. لان احنا قلنا الاصابات نوعان يتقن، اصابات مباشره واصابات غير مباشره. الاصابات المباشره اللي هي الصدمه الكهربيه اللي هي مرور التيار الكهربي في جسم الانسان، وفي حاجه اسمها الحروق الكهربيه والحرائق الكهربيه. طيب يحتوي الانتفاخ الزجاجي على غاز اسمه غاز ايه؟ الارجون. غاز الارجون او غاز خامل. الاصابات المباشره احنا قلنا ثلاث انواع، صدمه كهربيه والحروق الكهربيه. الحروق اللي هي بتبقى في الجلد، انما الحرائق دي بتبقى في البيت او في المصنع والعياذ بالله. من الاصابات الغير مباشره اللي هو ايه؟ حاجه واحده. السكوت من على السله. من انواع المصابيح، في مصابيح اسمه متوهجه ومصابيح الايه؟ الفلورتين. من انواع قاعده المصابيح بقى، في مصباح اسمه مصباح المسمار ومصباح الايه؟ الغلاوز. ماشي. او الحلزونيه. الدائره الكهربائيه بتتكون من حاجات، ايه الحاجات ديت؟ اول حاجه البطاريه، وبعدين اسلاك، وبعدين مفتاح، وبعدين ايه؟ مصباح. اربع حاجات تاني هقولهم تاني، البطاريه والاسلاك والمفتاح والمصباح. والمصباح. ساق مدينة تتحرك حول نقطة ثابتة سهلة دي بقى الرافعة. عندنا كمان نقطة ثابتة بقى بترتكز على الساق دي اسمها ايه؟ نقطة الارتكاز يا ابراهيم، اسمها نقطة الارتكاز. الروافع التي تستخدم للدقة في الأداء ايه هي؟ الملقط. الملقط ده بيستخدم للدقة في الأداء. بيتساوى ذراع القوة مع ذراع المقاومة في روافع النوع الايه؟ الأول. برافو مصطفى. من روافع النوع الأول بيتساوى لأنه أحيانا يوفر الجهد. عندنا كمان عربة الحديقة من روافع النوع الايه؟ الثاني. والمكنسة اليدوية من نوع الايه؟ الثالث. قلنا أي حاجة أو معظم الحاجات اللي هي ايديها طويلة تبقى من روافع النوع الثالث. زي الصنارة وزي المكنسة اليدوية وكذا. ماسك بقى، ماسك الفحم، ماسك الحلقة، ماسك الايه؟ وماسك الثلج، كلها من النوع الثالث. عندنا قانون الروافع كلنا حافظينه. قوة في زراعها تساوي المقاومة في زراعها. شاطر يا نادر. قوة في زراعها تساوي المقاومة في زراعها. عندنا في روافع النوع ايه توفر جهد دائما؟ الثاني. والتي لا توفر جهد دائما؟ الثالث. والتي توفر جهد احيانا؟ الاول. عندنا وظيفه الخليتين الحارستين فتح الثغور. وقلنا الثغور ده هي بتبقى كتير او اكثر في السطح السفلي على السطح الايه؟ العلوي. اهميه المجموع الجذري، احنا اتفقنا ان النبات مجموعين اثنين، مجموع خضري وجذري. الجذري بقى مهمته حاجتين اثنين، تثبيت النبات في التربه وايه؟ امتصاص الماء والاملاح. ايه الذي لا يدوم اكثر من 7 دقائق و40 ثانيه؟ كسوف الشمس. كسوف الشمس لا يدوم اكثر من 7 دقائق و40 ثانيه. انواع الكسوف ثلاثه، كسوف كلي وحركي. كلي وجزئي وحركي. انواع الخسوف اثنين بس، كلي وجزئي. لا، وجزئي. كلي وجزئي. يحدث ايه عند وقوع القمر بين الارض والشمس على استقامه واحده؟ الكسوف ولا الخسوف؟ القمر بيبقى في النص. كسوف. برافو عليك، الكسوف. من فوائد الروافع حاجات كتير بقى، توفير القوة وتكبير تكبير القوة وتكبير المسافة والدقة في أداء العمل. الحاجات دي كلها تتم تخطيط الأسلاك الكهربية بطبقة من الإيه؟ بلاستيك. طبقة عازلة من البلاستيك. عند توصيل المصابيح الكهربية على إيه بتقل شدة الإضاءة؟ التوالي. برافو يا ملك. يتكون كسوف ايه للشمس عندما يقع القمر في مدار اعلى بنسبه حرارة؟ حلقي. برافو يا ندى. ندى بدر. كسوف ايه؟ حلقي، اللي هو بيبقى الارض القمر بيقع اعلى من الارض. عندنا نوع من مصابيح الفلورسنت بيوفر الطاقه، اسمها المصابيح الايه؟ النوع اللي بيوفر الطاقه اسمها لا مش متوحجه، اسمها المصابيح الايه؟ نوع من المصابيح المدمجه. برافو عليك شاطر. المصابيح المدمجة أو المصابيح الموفرة. يفقد يفقد النبات الماء على هيئة بخار، اسمه إيه ده؟ عملية النتح. تحتوي النتح، النتح لا البناء الضوئي، لا ده اسمه النتح. تحتوي المصابيح الفلورسنت على قليل من بخار الإيه؟ بخار الزئبق. قدرة الغشاء الخلوي للشعار الجذرية على السماح لبعض الأملاح بالنفاذ والسماح للبعض الآخر بعدم النفاذ، اسمها إيه بقى؟
الانفاذ الاختياريه. في يا جماعه خاصيتين اثنين لنبات، في خاصيه اسمها خاصيه الانفاذ الاختياريه وخاصيه الاسموزيه. الاسموزيه دي بتاعت الميه ان هو بياخد ميه بس، انما الثانيه بقى بتاعت الاملاح اللي هو بيسمح لبعض الاملاح. اول ما يجي يقول لك يسمح لبعض الاملاح تبقى الانفاذ الاختياريه على طول. تمتص الشعيره الجذريه معظم الماء في التربه عن طريق حاجه اسمها ايه؟ الخاصية الأسموزية. بتمتص الشعيرة الجذرية عن طريق الخاصية الأسموزية. يبقى الماء خاصية أسموزية، إنما الأملاح خاصية النفاذ تختلف. سؤال كمان بيقول تختلف أو يختلف نوع الكسوف طبعا لحركة إيه أمام قرص الشمس؟ القمر. برافو. المسافة بين القوة ونقطة الارتكاز اسمها إيه؟ القوة. والمسافة بين المقاومة انما لو يقول لك يا تقع قوه في زراعها اسمها ايه بقى؟ اسمه عزم القوه. والمقاومه في زراعها عزم المقاومه. منطقه تقع بين المنطقه المضاءه ومنطقه الظل الحقيقي اسمها منطقه ايه؟ شبه الظل. روافع تكون فيها القوه بين المقاومه ونقطه الارتكاز. روافع القوه اللي في النص الثالث. برافو. فيبقى كلمه نمط ديت النون والميم والقاف. لما نقطه الارتكاز تبقى في المنتصف يبقى روافع النوع الاول. لما القوه المقاومه تبقى في المنتصف دي نقطة الارتكاز. نقطة الارتكاز في المنتصف تبقى اسمها ايه؟ رافع النوع الاول. المقاومة في المنتصف تبقى رافع النوع الثاني. القوة في المنتصف يبقى رافع النوع الايه؟ الثالث. عشان تحل المشكلة اللي عندك دي. ظاهرة فلكية تحتاج الى احتياطات امان عند ملاحظتها. كسوف الشمس. في بداية الخسوف يميل القمر الى اللون الايه؟ الاحمر. يتكون النبات من المجموعة الجذري والمجموعة الايه؟ الخضري. عدد الصغور على السطح السفلي اكثر من عدد الصغور على السطح العلوي. تركيب يمتد من البشرة بيقوم بامتصاص الماء. احنا قلنا الاندو ايه؟ الاندوس. النبات يحتاج الى طاقة ايه لسرعة غذائه؟ طاقة الايه؟ الشمس. او طاقة ضوئية. يحتاج النبات الى غاز ايه وينتج غاز ايه؟ بس زي ما خدنا في الترم الاول بقى لو جاتك في الامتحان النبات بياخد CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون وبينتج O2 اللي هو غاز الايه؟ غاز الاكسجين. غاز الاكسجين. اخر صفحه معانا في قانون الروافع تحسب القوه والمقاومه بالايه؟ بالمتر ولا بالنيوتن؟ بالنيوتن. بص خد بالك بقى القوه والمقاومه بيتحسبوا بايه؟ بالنيوتن. انما ذراع القوه وذراع المقاومه عامه بيتحسبوا بالايه؟ بالسنتي. على حسب ما هو مديلك ممكن بالسنتي او بالايه او بالمتر. بس معظم المسائل اللي بتيجي بالسنتي. تم وصف الروافع لاول مره بواسطه العالم اسمه ايه؟ أرشميدس. يوضع في المصباح الكهربي غاز ايه لاطاله عمر الفتيله؟ غاز ايه؟ الاربون. احنا قلنا غاز الاربون او اسمه غاز خامل. ما وظيفه ماسك الفحم؟ طبعا الحمايه من الايه؟ من الاخطار او من المخاطر. عند عدد النقاط في الروافع كم نقطه؟ ثلاثه. اللي هم ايه؟ بالظبط كده. القوه والمقاومه ونقطه الارتكاز. القوه بيرمز ده برمز قاف والمقاومه برمز ميم ونقطه الارتكاز برمز نون. اخر حاجه بقى روافع النوع ايه توفر جهد دائما؟ قلنا النوع الثالث. وروافع النوع الثالث لا توفر جهد. وروافع النوع الاول. روافع النوع الايه؟ الاول. دول اهم 50 سؤال في علوم الصف السادس الابتدائي تكتب في رعايه الله وحفظه وامنه. بارك الله فيكم فضلا وليس امرا. يسرنا انضمامكم لقناه مدحت مسيره التعليميه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.